السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو العصافير عندك الحمد لله باضت، وانت كنت مستني الانتاج بتاعهم ان هم يبيضوا والحمد لله فرحان ان هم باضوا، في بقى حاجات كده صغيرة انت لازم تعملها علشان البيض ده يطلع. اول حاجة قبل ما تبيض العصافير لازم تكون انت مجهز العيش، يعني لو رز هتحط في العيش كارينا، دي افضل حاجه ليهم الكارينا، والكارينا اللي تحطها ما تكونش كتيره قوي، تكون 2 سنتي علشان خاطر البيض ما يختص جوه. كذلك في الكوكتيل البياضه هتحط فيها نشاره تكون وسط، لا هي خشنه ولا ناعمه، وما تعليش ارتفاع النشاره قوي برضو 2 سنتي علشان خاطر البيض ما يختص جوه النشاره. ولقيت ان الكوكتيل بيحفر تمام وعمل دايرة ورق وباض البيض على الخشب، ما تقلقش، لان في ناس كتير بتعمل ايه، لما بتلاقي البيض على الخشب تقول البيض كده هيتكسر، فبتشيل البيض وتحط نشارة وتحط البيض على النشارة. لا كده غلط، كده هو الكوكتيل مش هيرقد، لان الكوكتيل ده بيتلكك، خلي بالك. طيب جهزت العيش، حطيت مادة التعشيش بتاعتي اللي هي النشارة أو الكارينا، يجب عليك بقى إنك ما تقعدش كل شوية رايح جاي تفتح في العيش، لا لما يجي ياكله بس، يعني أنت حطيت الأكل، بتحط الأكل والنتاية خرجت من العيش علشان تاكل مع الذكر، في الحالة ديت أنت افتح العيش بسرعة، بص بصة كده عليهم كام بيضة، والبيض اللي هو الرايق أو البيض مش رايق هتقدر تعرف من شكله، وتروح قافل تاني. في اللحظة ديت هتلاقي النتاية بتبص عليك أو الذكر، هتلاقيهم بيبصوا عليك بيشوفوك أنت بتعمل إيه، وهتلاقي على طول راح طالعة على البياضة وبقت تبص من الخرم بتاع البياضة بتشوف البيض زي ما هو ولا لأ، لأن هو وضع البيض بتاعهم، أوعى تحركه زي ما هو، زي ما هم عاملينه كده تمام، ما تحركش البيض خالص عشان تحسس الأنثى والذكر بالأمان، يبقى ما تقعدش رايح جاي عليهم تمام. وانت داخل البلكونه، واللي انت طبعا بتربي في البلكونه وداخل البلكونه، ما تدخلش مره واحده وتندفع، يعني ما تلاقيش فاتح البلكونه وتروح داخل مره واحده، العصافير هتنزعج ويحصل ليهم ذعر، وممكن تلاقيهم قعدوا يرفرفوا جامد قوي قوي في القفص وجوه البياضه. فلازم ما تيجي تدخل، تدخل بهدوء، دخله عاديه كده بالراحه، ما تخشش مره واحده. المهم كمان قوي انك طول ما هي النتاية راقدة على البيض والذكر واقف بره، انت في الحالة دي لازم يكون الاكل قدامهم متوفر دايما، يعني ما تجوعهمش ابدا في الفترة دي، ما تخليش النتاية تجوع ويقرصها الجوع وهي بيضة وتقوم من على البيض عشان خاطر تدور على الاكل. يعني انت رحت الشغل الصبح وحاطط شوية اكل صغيرين، الاكل ده مش هيكفيهم مثلا لغاية الظهر، خلاص النتاية جاعت، هتخرج وهتسيب البيض لأن مفيش أكل، قاعدة مستنية الأكل لأن هي جعانة. فأنت لازم هتحط لهم في الطاجن أو في الأكلة بتاعتهم البلقم والفلارس بوفرة، يعني ما يكونش قليلين ولا يكون كتير قوي عشان خاطر ما يهضروش فيهم، أنت بتبقى عارف النسبة اللي هما بياكلوها. كمان ما ينفعش ان انت تحط قمح مستنبت او حاجه مستنبته الصبح وتروح شغلك وتسيبه وتقول هو ده الاكل بتاعهم، لا ما ينفعش، لان هم هياكلوا منه شويه وهيسيبوه وهينشف وهيجوعوا، فما ينفعش. يعني القمح المستنبت ده او القمح المنقوع بعد ما اكلوا منه شويه، لان هم ما بيدقوش فيه قوي، هم بياكلوا بس كده منه مره واحده، كلوه خلاص قشروه قعدوا كلوه وفاض منه شوية، الحبة اللي فاضوا دول هينشفوا كأن هيرجع قمح تاني ناشف، فهم مش هياكلوه، هيبقى جعانين هيقوموا من على البيض، ولو قاموا من على البيض فترة طويلة طبعا البيض هيستهوى. فانت هنا اسلم حاجة انك تحط قدامهم البيلكم والفلارس لو انت هتغيب فترة طويلة، لو انت شغلك الصبح خارج الصبح وراجع اخر النهار في الفترة دي، يبقى انت لازم تحط لهم البيلكم والفلارس علشان خاطر ما ايه، ما يجوعوش، ما يحسش بالجوع ويقوم جوه الذكر او النتايه. يبقى هنا وفرة الاكل، كذلك الميه،
لازم الميه تكون موجوده قدامهم ما يعطشوش، لان اكتر حاجه ممكن تقوم العصفور من على البيض الاكل والعطش. يبقى لازم الميه تكون موجوده، والميه تكون موجوده نظيفه، مش ميه تكون فيها قاذورات وفيها الفضلات بتاعتهم. طيب حاجه كمان مهمه تخلي النتايه ما تقومش من على البيض، تمام، هو لوجود فيران. يعني لو انت عندك بقى ربنا يستر كده وجالك فيران في البلكونه، وخلاص الفار بقى خد على المكان ده ويقعد كل يوم بيعدي عليك المغربيه، يعدي على البلكونه، في الحاله دي انت هتعمل ايه؟ هتشيل اي كركبه عندك في البلكونه، لان هم بيجوا على الكركبه، اللي هو يعني اي عندك اي حاجه زياده في الشقه حطيتها، فبيجوا على الكركبه دي، بيجوا على الاكل اكل فايض. في انت شايل الاكل بتاع العصافير البلكم والفلارس ده، حطه في شنطه ومعلقه او حطه في الارض، هم بيجوا عشان خاطر الشنطه دي. هو خلاص الفار عارف ان في شنطه في الارض هنا فيها اكل، هيجي كل يوم عشان ياكل منها شويه ويمشي. لا، انت تشيل اي اكل بره الاقفاص، وتخلي الادراج بتاعت الاقفاص نظيفه ما فيهاش اي اكل، هيعدي الفار مش هيلاقي اكل خالص، لا يلاقي اكل على الارض ولا اي لك اكل في اي مكان خالص. ولو عدى على الاقفاص هيلاقي الادراج نظيفه، فهيعدي تعديه بس كده، هيلف عليهم ويمشي من فوق البياضه وهياخد بعضه ويمشي. اول مره هيخافوا، العصافير هتخاف جدا ويحصل لها ذعر. بعد كده خلاص العصافير خدت على كده بقى ان كل يوم الفار يعدي وياخد بعضه ويمشي، عشان الفار ما يطولش عندك في البلكونه ويقعد مده طويله. اهم حاجه ما يبقاش في اي اكل فايت في البلكونه ولا حتى لقمه عيش. طول ما في اكل في البلكونه الفار قاعد وهيعدي عليك كل يوم. وطبعا مع انك حاول طبعا انك انت تحاربه بالايه؟ بالسموم. تشوف ايه الحاجه اللي تقضي عليه عشان خاطر ما يجيش تاني او ان هو يموت. يبقى الفيران بتزعج العصافير جدا، تمام، بالذات لو الاقفاص الفتحات بتاعتها واسعه، لكن لو فتحات ضيقه عادي. هي اول يوم بس هيتزعروا وهيخافوا، لكن بعد كده لو الفار عدى خلاص مش مشكله، بس اهم حاجه ما يكونش في فتحات واسعه خطر عليهم، يبدا الفار يخش لهم من الفتحه الواسعه دي، لا يكون القفص فتحاته ضيقه جدا، تمام. حاجة تانية بقى، ما يكون عندك كمان زغاليل. الزغاليل الصغيرة خرجت من العش خلاص، اتحضنت وابوها وامها خلاص رضعوها وخرجت من العش وبقت في القفص بره. هنا بتبقى مصيدة للفار. الفار هيمد بقه من القفص على رجلها، لان هي بتبقى واقفة، العصافير بتبقى واقفة على القفص ورجلها من بره، فهو هنا هيعدي وهيشد رجلها وهيقدر يجيب العصفور. يبقى احنا ناخد بالنا جدا من موضوع الفيران، ناخد بالنا ما نخشش مره واحده على العصافير، ما نقعدش نزهق العصفور كل شويه نقعد نفتح ونقفل في العش عشان خاطر ما يقومش من على البيض، نوفر له دايما الاكل والميه علشان خاطر ما يجوعش ويقوم من على البيض. كمان اهم حاجه انك في حر تاخد بالك انك ترش دايما العصفور ببخاخة مية مرة في اليوم. اشكركم جدا، اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.